ليش ما تفرع عبد الله؟ كيف يفرع؟ يعني يفتح كم فرع نفس ال لا 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 أجل. عنده فندقة ثانية خضراء، ولكن حط فيها وشو بغى يحط فيها مشروع، ثم قال لي على ما قيل بحط فيها عاد مستودع، قلنا أجل حطها، بغى يحطها وين؟ في تركي الأول، بس الحمد لله أنها زالت أمورنا والحمد لله، خلها مفتورة مفتورة الحمد لله. الله الله، والله أنت أبخص أبو محمد. لا أنا أعرفها، أعرفها الرجال الحمد لله، هو عبد الله جعله لو ما هو بكفو ما قابل له مرة، ما شاء الله تبارك الله، يوم قابل كمل عبد الله. هو كفو كفو ما عليه، أجودي ورجالا زحزيح من زحزيح على العرب ما ينقص شيء. بيض الله وجهك، كف وجه. طالبك طالبك، كف طالبك يا الله الليل. اسمع انا ما اقدر طالبك. والله يا رجال مديون مديون ابن الحلال، مديون ابيك تقاوى عندي يجي تحايل. اي الحمد لله، على دم عزيمه ما عندك مشكله، على عزيمه ابشر. عزيمه يا ولد، على امور بسيطه، انا حتى في قلبي بيت احنا نذبح البعارين. من تذبح؟ وين؟ احنا نذبح البعارين. يا ما من البعارين يا قد راح يا رجل، من البعير احط لك مشروبات ثانيه، هو بذبح بعير يا رجل. وينك وين البعير؟ امس امس اجل اروح انا وياك ابو محمد له. لا والله اللي ما رحت تاخذني والله على كثر الدعايات اللي انا اسويها له. يجي حي الله يبشي. شوف على كثر الدعايات اللي انا اسويها له، بس والله لا قد شربت من قهوته ولا قد شربت من عصيراته ولا قد شربت، بس احس انه يعني رجال اجي ودي يصلي ويصوم. والله ما قاعد نزعل عشان بره في امه، ابر في امه، هو بار من هذا التوحيد ومؤمن وبار في ابوه الله يرحمه، بار في ابوه حتى يوم ابوه مات حاط له المويه ببلاش، هذا اللي خلاني احب عبد الله.